يانا، ماذا أكتب هنا؟ ياليا، لا أعرف، اسألي أرتيم. لماذا تضايقوني؟ المعلمة شرحت هذا الموضوع بشكل سيء. أرتيم، أنا لست مثلك، لا أريد الحصول على درجة سيئة. رفاق، رفاق، عرفت شيء، هذا مذهل. ماروسيا، ما الذي عرفته؟ كيف تكتبي الامتحان؟ ماروسيا، دعيني أنكل منك. رفاق، أي اختبار؟ ديانا غيرت صورتها الشخصية. ماروسيا، لا يمكننا التحدث عن ديانا الآن. ليالي ها، انتظري. ماروسيا، أخبريني التفاصيل، ماذا يحصل مع ديانا؟ لا يمكنني وصف هذا، تعالوا وانظروا. دعيني أنظر. أخبروني أيضا. أرتيم، قف، تعال هنا وانظر. هل هي غريبة الأطوار؟ أوه يا إلهي، لقد أصبحت قبيحة للغاية. الآن أنا أجمل فتاة في المدرسة. يانا، لماذا أنت؟ نحن أيضا. كل كلامكم عن الجمال، لقد سئمت منكم. لقد فشلنا، إنه الجرس. لم نتمكن من كتابة إجابات. هذا خطأك، انسوا أمر الاختبار، هيا لنشاهد ديانا. هيا بنا. أرتيم، هل أنت نائم؟ تعال معنا. حسنا، أنا قادم. مرحبا يا طلاب. مساء النور. مساء النور. جيجي، جيجي، عيبا عليك، إنه درس الإنجليزية. حسنا، حسنا، اليوم سوف نتعلم أيام الأسبوع. حسنا، وجيجي سوف تشرح لنا. تعالي هنا. كرر ما قلت. تعالي هنا. كرر ما قلت. أنا لا أفهم شيء. اذهبي إلى السبورة. إلى السبورة؟ لا بأس، سوف نساعدك. حسناً جيجي، اشرحي لنا أيام الأسبوع. ماذا؟ كرر. أيام الأسبوع. ماذا؟ أيام الأسبوع، اثنين، ثلاثاء، أربعاء. حسناً، وما هو هذا؟ قولي أيام الأسبوع بالإنجليزية. حسناً، الربيع. لا، ليس هذا. جيجي، هكذا، اثنين، ثلاثاء، أربعاء. هاي، اجلسي في مقعدك أرجوك. حسناً، أعتقد الاثنين سيكون الأربعاء. الثلاثاء؟ أي ثلاثاء؟ الثلاثاء، الثلاثاء هنا. أين؟ هيا بنا رفاق. حسناً، سيء جداً، اجلسي من فضلك. حسناً، أيمكنني الصعود إلى السبورة؟ أيمكنني؟ أيمكنني؟ حسناً ناستيا، أعطني القلم. ها هو. ناستيا، اشرحي لنا أيام الأسبوع. أيام الأسبوع، اثنين، ثلاثاء. الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت، الأحد. عمل جيد ناستيا، ما هو الربيع؟ أترون؟ ناستيا، كنت تضحكين علي. جيجي، بعد المدرسة سأقتلك، أنا أعرف الإنجليزية أحسن منك. ناستيا، اجلسي. ناستيا، اهدئي. حسناً، أين ديانا اليوم؟ لا نعرف. مرحبا، أيمكنني الدخول؟ أرتيم، ما خطب ديانا؟ أنا لا أعرف، لم أرها اليوم. جيجي، دعوني وشأني. هل رأيت ديانا؟ ما الذي يحصل؟ إنها غريبة الأطوار. أنا لا أفهم، لماذا تحدقون بي؟ هل يوجد نجمة على جبهتي؟ توقفوا عن النظر إلي، أنتم ترعبونني. رفاق، ما خطب ديانا؟ فتيات، ما مشكلة ديانا؟ نحن لا نعرف ديما. هاي، ماذا تريد؟ ديانا، ما خطبك؟ هل غيرتي شكلك؟ أجل، لقد فعلت. ماذا إذن؟ هذا أمر لا يهمك. أيمكنني الصعود إلى السبورة؟ حسناً ديانا، ربما ديانا تريد أن تشرح لنا أيام الأسبوع. أيام الأسبوع ديانا؟ اثنين، ثلاثاء، أربعاء، خميس، سبت، أحد. رائع جدا. حسنا، لقد أتت مستعدة. هذا لا يهم، هل رأيتم مظهرها؟ ديانا، ماذا حصل لك؟ لماذا غيرتي شكلك؟ فتيات، دعوني وشأني، لا أريد أن أتحدث. ديانا، ما خطبك؟ لماذا تتجاهليننا؟ ناستيا، ما الذي يحصل معها؟ أنا لا أفهم. جيجي، لو عرفت كنت سأقول لك، لا أعرف ما خطبها، لقد تغيرت كلياً. أوافقك الرأي، هيا بنا. أوه، الصف التاسع، انظروا إلى ديانا. يا إلهي، يا إلهي، إنها جميلة. ماذا حصل لها؟ ها
حسناً؟ أخبرتكم أنها تغيرت. ديانا، لنذهب إلى نزهة في الحديقة بعد المدرسة. لا أعرف ما هذا. ماذا يحصل؟ إنها غريبة الأطوار. انظروا، هناك فتاة جديدة في مدرستنا. غريبة الأطوار؟ لا، إنها مثل التمساح، مثل الكينج كونغ. هاي، هذا ليس من شأنكم. إن لم أعجبكم فقط لا تنظروا إلي. هذا يكفي، انظروا إلى أنفسكم ثم احكموا على الآخرين. ماروسيا لديها حواجب غريبة. لا تعرقلوني. ماذا؟ هل رأيتم هذا؟ ماذا؟ إنهم مخادعون، يلحقون هذه القردة. لنلقنهم درسا. هيا لنلقنهم درسا. ديانا، ماذا حصل لك؟ كيف حالك؟ ديانا، أنت غريبة الأطوار، لماذا تغيرتي هكذا؟ ما الأمر؟ تكلمي معنا. ديانا، إنه أنا ديما، إن أردت سوف أصبح غريبا مثلك. هاي ديما، أنا ما زلت ديانا، أنا في سن غريبة الآن، وهذه هي ثورتي، سأبقى هكذا لسن 18، إن لم يعجبكم تعرفون أين الباب. حسناً، فهمنا. هذا يكفي، أنا أيضا في سن حرجة، وسوف أثور أيضا. تعرفون يا رفاق، لا يوجد سن حرجة، لقد اخترع المراهقون هذا حتى يتمكنوا من التصرف بسوء. جيجي، هذا سن حرج فعلا. عجل كوستيا وأرتيم، هذا ليس مضحكا، هنا مشكلة حقيقية. ديانا، ماذا عن والديك؟ ما هي ردة فعلهم على التغيير؟ ماذا عن والداي؟ هذا سن حرج، كل شيء غريب. ديانا، اقترح أن تذهبي إلى الطبيب النفسي، تحدثي معه عن مشاكلك. أعطني قلم تحديد العيون، هل لديك واحد؟ لا، ليس لدينا. هاي، ماذا قلتم؟ ماذا قلتم لنا؟ رسمت عيناك ووضعت سلسلة، فأنت رائعة. تعالي هنا لنتحدث، لا تختبئي وراء الصغار. إذا ارتديت الألوان السوداء لا يعني أنك مذهلة. ولا تنسوا أننا العصابة هنا. أجل، نحن كذلك. كان عليك القيام بهذا مبكرا. انظري، إن نظرتنا فقط قد تجعلها تبكي. لن تتباهى مرة أخرى. أجل، عليك أن تعلمي، غدا سوف نرسم عيوننا. لماذا بدأت بالبكاء؟ هذا ليس ما تفعله. أتعلمون؟ عليكم ألا تلمسوا ديانا، لديها مشاكل. أجل، إنها في سن حرجة وهي تحتاج الذهاب إلى طبيب نفسي. هذا صحيح، دعوها وشأنها. ديانا، لا تتحدثي معهم، هيا لنذهب إلى الطبيب وستخبرينه كل شيء، وكل شيء سيكون على ما يرام. أنا أيضا في سن حرجة، أيمكنني الذهاب إلى الطبيب؟ ديما، اخلع هذه القبعة واذهب مع كوستيا وأرتيم. أجل ديما، اذهب مع الأولاد، أنتم لستم في سن حرجة، أتريدون الضحك؟ هذا ليس وقت الضحك. ديانا، تعالي، كل شيء سيكون على ما يرام، لماذا تبكين؟ هذا واضح، سوف تكون هناك دموع طوال الأمسية. لنذهب إلى المقصف. هيا بنا. تعالي، لماذا تبكين؟ سيكون كل شيء على ما يرام. ناستيا، جولي، هيا بنا، لدي فكرة. انظروا، لنمسك بديانا ونأخذها إلى طبيب المدرسة. حسناً، هيا. هيا بنا. ديانا، أيمكننا التحدث معك؟ ماذا؟ تعالي هنا لنتحدث. لا أريد أن أتحدث معكم، ستشعرين بتحسن. أنا لا أريد. أغلقوه. هذا يكفي. حسناً، لنتمنى الأفضل. أعتقد أن الطبيب النفسي سيساعدها. هل تفهمون هذا فتيات؟ لا يوجد سن حرج، ليس عندي. ماذا عنكم؟ لا. أنا أشعر بهذا. أنا أيضا. أرجم، توقف عن الكذب، أنا لدي سن حرج. أنا أيضا. كوستيا، اصمت، أنت وأرتيم. في الواقع علينا مساعدة ديانا. كلمة واحدة وستتحدثون معي. اصمتوا، أنا أسمع ديانا تتحدث مع الطبيب، ربما هذا سينجح، أتمنى ذلك فعلا. فتيات، دعوني أدخل، سوف أتحدث مع الطبيب، أشعر أني لست على ما يرام أيضا، أعطوني المسكارة. ديما، اذهب وإلا لقناك درسا الآن. أجل، وستحصل على آيلاينر ومسكارة وظلال العيون. اسمع ديما، لا تفعل هذا، إن كنت تحب ديانا عليك أن تصمت. ماذا يحصل؟ استغرقت وقتا، سيكون كل شيء على ما يرام. أتمنى ذلك. ماذا تعني؟ ديانا يمكن أن تغضب، أما أنا لا. يا فتيات، أنا لدي مشاكل. يا فتيات. رفاق، شكرا لكم، لقد تغيرت، أنا ديانا الطبيعية مرة أخرى، في الواقع لا يوجد سن غريب، لقد كانت هذه مخيلتي وأفكاري، لقد تغيرت. ديانا،
هذا يسرني. سامحوني يا فتيات لأني صرخت عليكم، لا أعرف لماذا فعلت هذا. ديانا، لنذهب إلى المقصف ونأكل الكعك، ثم كل شيء سيكون على ما يرام. أتعلمون ما هو مثير للاهتمام؟ السن الغريب قد انتهى، لكنه بدأ عند ديما. أوه، هيا بنا، أهم شيء أن ديانا معنا. ليس لدي سن حرج، أنا فقط أمزح. في الواقع السن الحرج ليس موجودا أبدا. ديانا، أنا ليس لدي. أجل، هيا بنا لنذهب إلى الحصة التالية. أجل، هيا بنا، وبعد المدرسة سنذهب إلى المقهى. موافقون. أولاد؟ أولاد، يا أولاد هيا بنا، وإلا سيبدأ السن الغريب الآن. نحن قادمون. رفاق، اكتبوا لنا في التعليقات ما هو رأيكم، هل يوجد سن حرج أم هذه فقط خرافات؟ وبالطبع اكتبوا لنا عن السن الحرج. اشتركوا في القناة ولا تنسوا الإعجاب واضغطوا على زر التنبيهات. وداعا. هل شكلي مضحك؟ الناس سيضحكون عندما يسمعون إنجليزيتي. أجل، لقد تغيرت. ماذا إذن؟ هذا ليس من شأنكم، أنا أعرف أني جميلة. أيمكنني الصعود إلى السبورة؟ حسناً ديانا،